السلام عليكم، اهلا بكم معايا النهارده في فيديو جديد من وصفات وريفيوهات. النهارده ان شاء الله هعمل فيديو مختلف شويه، بره بقى الطبخ والريفيوهات، يعني بره المطبخ بشكل عام. دلوقتي طبعا عرفتوا ايه هو عنوانه، اتمنى ان هو يعجبكم عشان عندي حاجه جديده. يعني انا طبعا قررت ان انا اطلع يعني شويه بره الوصفات والريفيوهات، فعايز اعرف هتعجبكم ولا لا. لو عجبكم الفيديو من فضلكم اعملوا لايك واشتركوا في القناه عشان اعرف ان الفيديو بتاعكم ان الفيديو بتاع النهارده عجبكم. ويلا بينا على الفيديو. زي ما قلت فيديو النهارده فيديو مختلف شويه، هنتكلم فيه ان شاء الله عن القطط. انا دي ان شاء الله هتكون سلسله في القناه، 3 فيديوهات، فيديو عن مستلزمات القطط الاساسيه، يعني الحاجات الاساسيه اللي بتكون عندنا لما نفكر ان احنا نشتري قطه. فيديو تاني ان شاء الله هيكون عن الاكل، فيديو تاني ان شاء الله هيكون عن ازاي يعني ازاي ان احنا ندربهم ان هم يعملوا بيه في الليتر بوكس او في صندوق الفضلات. اول حاجه انا يا جماعه طبعا هتقعد دلوقتي طبعا في الشتاء، فمش هينفع ان انا اخلي في البلكونه يعني البيبي والاكل وكده. فدي السجاده طبعا يا جماعه اللي هي الاساسيه، اشتريت عليها دي سجاده كده بلاستيك، هي مش بلاستيك مش عارف يعني، هي بتتغسل كده ومش بتبوظ يعني، وكويسه قوي ومش بتتبل. دي يا جماعه بتتباع بالمتر في اي مكان، في منها ده وفي منها البني، في منها الوان كتير، عشان بس يعني لو مثلا رمله نزلت، اكل نزل، ما ينزلش على السجاده نفسها. خلاص دي كده اول حاجه. تاني حاجه دي الرمله بتاعتهم، دي رمله بتبقى بروايح، مثلا في مثلا بالياسمين، في بالبرتقال، في بالليمون، زي ما تحبوا. انا شايف لها الرمله اللي هي دي، اللي هي الرمله النظيفه دي اللي هي فيها الروايح، عشان لما تعمل بيه مثلا او كده الريحه تطلع ريحه كويسه. اللي عليها ده يا جماعه ده مش حاجه وحشه ولا حاجه، ده يا جماعه رمله من اللي هي رمله الصفراء العاديه، ان اول ما جبتها ما كانش تعمل خالص بتبيه في العلبه دي، فقالوا لي حطها رمله من العاديه، فهتطلع الاثنين على بعض خلاص. اللي هي رمله الصفراء العاديه خالص، في ناس كمان بتخليها تعمل على ورق جرايد، وفي ناس بتخليها تعمل على انشارة خشب. انا بصراحه جربتها الرمله دي حته كويسه جدا، لانها بالياسمين والكلام ده، هي غاليه شويه. الكيس ده يا جماعه 5 كيلو على بعضه خلاص. ده كده اول حاجه زي ما قلت لكم جبتها الرمله اللي هي الثانيه دي. ده كده بالنسبه طبعا للبيبي بتاعه والكلام ده. تاني حاجه بقى بالنسبه طبعا نتكلم شويه عن الايه، عن الاكل. الاكل بتاع القطه، الاكل يا جماعه بتاع القطه ابدا عنايه شخصيه بيها. قبل ما انسى يا جماعه، الليتر بوكس ده مش ليتر بوكس، ده علبه عندي، لان انا كنت عايز اجيب لها ليتر بوكس. الراجل قال لي لا، اللي هو بتاع القطط، قال لي لا الليتر بوكس عالي قوي عليها، وهي لسه صغيره عندها ما كملتش شهرين. فاي لا، فاي علبه عندك تكون صفيح كده وحط لها فيها الرمله خلاص. وطبعا جاي معاها طبعا اللي هي زي جاروف كده، عشان لما تكون عامله بتبيع او حاجه اروح شايله كده، فابتدي ان انا اعمل فيه كده، فاللي يطلع متحجر ده اروح واخده رميه في الباسكت او كده يعني، عشان طبعا يعني ما تقعدش تعمل ريحه وحشه، لان كمان القطه لو الباسكت ده او المكان او الليتر بوكس ده مليان مش تعمل فيه. كان بدوش عن الاكل، اول حاجه يا جماعه باكل اي حاجه في البيت، يعني مثلا فراخ مسلوقه، لحمه مسلوقه، اكلتها لانشون، هي دلوقتي بقى عندي تقريبا اسبوع اكلتها لانشون مره واحده بس. فراخ مسلوقه بقى، اي حاجه، جبنه مثلث، جبنه بيضه عاديه، اللانشون زي ما قلت لكم اكلتها مره واحده بس، لبن كل يوم لان هي صغيره فباكلها لبن كل يوم. ايه تاني باكلها؟ بيض مسلوق بالدراي فود، فول بالدراي فود، فراخ مسلوقه مع بطاطس وجزر بتخنها وتخليها تبقى حلوه وبتحبها جدا. جبنه مثلث، في تاني باكله لها، باكلها بيض مسلوق بالدراي فود زي ما قلت، او بيض مسلوق بس. بس كده يعني، هي لحد دلوقتي ما كانتش حاجه تانيه بصراحه. المهم يعني، بصوا بقى كمان، بالنسبه طبعا ده طبعا الاكل اللي هو بتاع البيت العادي ده يا جماعه، الطبق ده بيتباع عشان الاكل بتاعها بيبقى ناحيتين. انا بصراحه ما لقيتوش، دي كانت علبه، دي كانت علبه عندنا، شلت اللي في النص. في النص ده يا جماعه هقول لكم ده ايه، شلت اللي في النص وخليته الطبق الاكل بتاعها. ده الاكل ده من امبارح يعني، بصوا من امبارح هتحط لها بقى شويه ما شربتهوش. هي بتشرب كل يوم تقريبا يعني ربع كوبايه تلت كوبايه حسب، على مدار اليوم كله بحط لها كل يوم الصبح تلت كوبايه او ربع كوبايه لبن متخفف ميه ان هي صغيره، او لبن خالي الدسم، وبتشرب يعني هي بتقعد تشرب لبن طول النهار بقى من الصبح لحد بالليل خلاص. في اكل ايه كمان؟ جبنه مثلث طبعا بتحبها جدا، اي نوع، اي نوع، اي طبعا اي نوع طبعا جبنه مثلث بتاكله عادي. الكياس دي بقى حلوه قوي، هي بتحبها قوي بصراحه الكياس دي. الكياس دي يا جماعه هي كياس اكل بيبقى زي الجيلي كده خلاص، انا جبتها منه نكهتين بيتباعوا في اي دول بقى بيتباعوا في فتح الله او في كارفور او في الاماكن دي يعني، دول نكهتين مختلفين. خلي بالك يا جماعه عشان الاكل ده بالسن، الاكل اللي هو الجيلي ده بالسن يعني، انا كنت شايف ده اللي هو لسنها. في بقى اكل تاني بيبقى عليه بلس 1 يعني اللي فوق السنه خلاص، لان طبعا دول ليهم اكل ودول ليهم اكل خلاص، فعشان يطلع لك سن دول برضه بتحبهم قوي خلاص. كمان ايه، ده اللي هو الدراي فود اهو، انا كنت شاريه سايب عشان كده يعني، هو الراجل بيبيعه كده في اكياس، ما كنتش لسه رحت فتح الله، فهو الراجل بيبيعه كده في اكياس،
كل كيس مش عارف تقريبا ربع كيلو او حاجه زي كده، هي بتحبه مطحون يعني، هي شريطه صغيره ده انا شايف قوي عليها، فبطحنه لها في مطحنه الخلاط او بطحنه لها باي حاجه كده ادق عليها عشان يطحن، وبحط لها مع البيض او مع الفول او باكلها كده لوحده لما اكون عايز اكله كده لوحده. خلاص ده كده الاكل اللي انا باكله لها. طبعا ممكن طبعا اكلها زي ما قلت اي حاجه تانيه، بس ان شاء الله انا مع الوقت كده ان شاء الله اكل حاجات تانيه ان شاء الله واقول لكم ايه ايه عليها. وطبعا بشرب طبعا لبن وميه عادي خالص. خلاص كده كده كل الحاجات دي كده خلصت. هنا بقى ده ايه، خلي ده شويه، ده دي تول، لان انا اول ما جبتها كانت ما كانتش حاجه تانيه خالص بتبيه في الليتر بوكس ده. فده دي تول كنت بعد ما بشيلها مثلا بتبيه اللي كده عاملاها مثلا، كنت بمسح بالدي تول، لان القطه يا جماعه بتعمل على الريحه بتاعتها يعني، لو في ريحه بتبيه في المكان ده هي تروح عامله فيه تاني، فكنت بخلي دي تول فيه عشان طبعا ما يبقاش ريحته ايه وحشه. فكنت بمسح لها بالدي تول ده بعد طبعا ما تكون ايه عامله، ان زي ما قلت لكم هي بتعمل على ريحتها. ده بقى كان ازاز سبراي فاضي فرحت حاطط فيها، كنت برش كده بيه ما كنتش بكبه كام. خلاص ده كده الديتول اللي احنا اتكلمنا عليه. نيجي بقى للحاجه الشخصيه بتاعتها هي. طبعا اول ما بنجيبها بنحط لها اول ما بنجيبها بنحط لها طبعا ايه اللي هو بيبقى فيه زي كده زي كده امبول كده، الدكتور البيطري او في العياده البيطريه بيحطه فوق دماغها في النص، في النص كده بيروح فارق شعرها ويروح حاطه لها عشان الحشرات. تمام، يبقى قلنا ان دي من عندها عياده بيطريه، دي الفرشه زي ما قلت لكم اللي بيسرح بيها شعرها. وده شامبو دراوي يعني ده او دراي شامبو، ده بنرشه لها كده وبنسرح لها عشان لو في اي حشرات جواها تموت مع الامبول اللي هنحطه لها. اتمنى ان اكون قدرت اوصل لكم اي معلومه حتى معلومه بسيطه. لو عايزين يا جماعه اي سؤال عن القطط اسالوني برضو، يعني عندي خبره بسيطه ان كان عندي قطه قبلها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.